تشيلسي يتطلع لإتمام صفقتين من العيار الثقيل. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم من جديد. بس خلونا في البداية ما ننساش نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وكمان نوحد الله. ولو مش مشترك في القناة ياريت تشرفنا بالاشتراك وفعل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناة. أكدت التقارير الإنجليزية أن نادي تشيلسي يسعى لإتمام صفقتين قويتين لتدعيم الخط الأمامي لفريق المدرب توماس توخيل في الموسم الجديد، وهما رحيم ستيرلينج ورافينيا. وارتبط ستيرلينج نجم مانشستر سيتي ارتباطا وثيقا بالانتقال الى ملعب ستانفورد بريدج هذا الصيف، حيث اشار التقرير الى ان 45 مليون جنيه استرليني قد تكون كافية لكي يرتدي القميص الازرق في الموسم القادم. وذكر الصحفي الايطالي فابريتسيو رومانو بأن تشيلسي توصل بالفعل الاتفاق مع ليدز يونايتد لضم اللاعب بمبلغ يتراوح ما بين 60 مليون و 65 مليون جنيه استرليني. ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات على الفور ما بين تشيلسي ووكيل اللاعب للاتفاق على الشروط والبنود الشخصية لعقده مع أسود لندن. أخي الكريم، لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناة. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.